التلميذ. السلام عليكم، انا عثمان السعيدي، تلميذ في مؤسسه الياسمين، شعبه علوم رياضيه الف خيار فرنسيه. تحصلت على معدل 18.99. تم تكريمي من طرف العامل في هذا الحفل. كنشكر العامل لتكريمه لي، وكنشكر المديريه الاقليميه لتنظيمها لهذا الحفل. كنبغي نشكر الله سبحانه وتعالى لانه وفقني في هذا الامتحان، وكنشكر والدي اللي كانوا دائما معايا في اللحظات الخايبه والزوينه، وعرفوا كيفاش يموتيفوني في لي مومون اللي كنت كنحتاجهم. كنبغي نشكر الاساتذه، كاع الاساتذه اللي وقفوا معايا باش نحقق الاهداف ديالي. وكنشكر ايضا الطاقم الاداري ديال مؤسسه الياسمين لانهم وفروا لنا الظروف المناسبه باش نقراو باش نتحصلوا على نتائج مرضيه لوالدينا ولكاع الناس اللي معنا. شكرا بزاف.